السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. الله يوفقنا ويوفقكم لصيام رمضان. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد طاجين الحوت، ونتمنى الله يعجبكم. أنا بديت الصبار، عندنا في المقادير ديال الحوت درنا زيت العود والبزار والملحة والخرقوم والثومة المدقوقة والربيع قزبر والمعدنوس وعصير الحامض. أنا درت عصير نص حامضة، واللي بغا كتر يجي الحموضية كتر يزيد عصير نص حامضة والملحة والبزار والخرقوم والثومة والقزبر والمعدنوس. والخضرة اختيارية، أنا درت الفلفلة الحمراء والخيزو والبطاطا والحوت. اللي بغى يزيد الخضرة يزيد، اللي بغى يطيب اللاطة في الفران يطيبها، واللي بغى يدخلها يديرها طاجين فوق البوطة يديرها، ثم لكم الاختيار. من هاد الشرميلة غادي نشرمل منها الخضرة وغادي نشرمل منها الحوت. نتمنى الله تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع الاهل والاحباب، وشكرا لكم بزاف بزاف، وبصحه فطوركم، والسلام عليكم.